هلو شلدرن، هاو ار يو؟ رجعنا لكم مره ثانيه بس بيونت جديده. هلا خلصنا من درس الاكشن باكيتس ابلوبس، رح ننتقل مع بعض لدرس الفاميلي اند فريند يونت 6 بيج 42 فاميلي اند فريند. درسنا بيليز تي دي، اذا درسنا يا اول بيليز تي دي، بيليز تي دي، بيليز تي دي، دبدوب بيلي، دبدوب بيلي، بيليز تي دي. تمام، تعال ننتقل مع بعض لكلمات معاني كلمات الدرس الجداد، نقرا ونحكي المعنى مع بعض. يلا عينكم علي وعيدوا معي. مام ام، مام ام، مام ام. داد اب، داد اب، داد اب. سيستر اخت، سيستر اخت، سيستر اخت. برادر اخ، برادر اخ. ونقدر مع بعض نتذكر عنا التي والاتش هم مقطع صوتهم ذا، اذا برادر اخ، برادر اخ. جراند ما جده، جراند ما جده، جراند ما جده. جراند با جد، جراند با جد. نشد على البي مع بعض نطلع حلوية، جراند با جد. حلوين. إذا زي ما لاحظنا إن كلمات كل اليوم عبارة عن الفاميلي، العائلة عيتنا، مكونات العيلة. نرجع من أول نعيد التايتل والكلمات مع بعض، عينكم علي وعيدوا معي. بيليز تي دي، بيليز تي دي. مام أم، مام أم. داد أب، داد أب. سيستر أخت، سيستر أخت. برادر أخ، برادر أخ. جراند ما جدة، جراند ما جدة. جراند با جد، جراند با جد. هيك بنكون خلصنا كلمات الدرس لبيليز تي دي فاميلي أند فريند. بنشوفكم الفيديو الجاي.